هل معنى ان احنا نرفض الحكم العسكري ان احنا نبقى ضد الجيش؟ طبعا دي يعني مجموعات من الدعاية اللي بيعملها الاعلام المصري اللي هو مسيطر عليه من الامن تماما، ان انت تقول والله انا بطالب بالديمقراطية وضد الحكم العسكري فينقضوا عليك، بقى يقولك انت كاره جيش بلدك، انت خاين، انت مش. الحقيقة ان ده ملوش علاقة بده خالص، يعني تقديرك للجيش ملوش علاقة بانك ترفض الحكم العسكري. الجيش هو برضو بالتعريف مجموعة من العسكريين المحترفين المسلحين المدربين، مجموعة من العسكريين المدربين المحترفين المسلحين مهمتهم الدفاع عن الوطن، دي حاجة تانية خالص. وبالتالي انت اي بني ادم في الدنيا هيحب الجيش، لان الجيش ده اللي بيدافع عن الوطن بتاعنا عن بلدنا. بالإضافة ان الجيش كمان وخصوصا الجيوش اللي فيها تجنيد اجباري، الجيش يصبح ملك للشعب فعلا. يعني في جيوش بتعتمد على عسكريين محترفين، وفي جيوش زي الجيش المصري ومعظم الجيوش العربية هي جيوش الزامية، يعني كل الناس هتعمل الخدمة العسكرية، وبالتالي انت علاقتك بالجيش بتبقى علاقة وطيدة جدا، لان انت دخلت الجيش او اخوك او والدك او ابنك او، وبالتالي الجيش ده بقى بتاعك، ولا يعقل انك تبقى ضد الجيش اللي هو بيدافع عن بلدك، مش ممكن. بس ممكن ترفض الحكم العسكري وتحب الجيش، يعني مش معنى انك بترفض الحكم العسكري ان انت ضد جيش بلدك زي ما يصار. الحقيقة دي دعاية مضللة المقصود بيها ان محدش ينتقد الحكم العسكري، الناس تخاف تقولك لا ما انا لو قلت انا ضد الحكم العسكري وعايز نظام ديمقراطي يقولوا لي انت ايه، انت ضد الجيش. لا انا مش ضد الجيش ولا حاجة، بالعكس انا ممكن ابقى ضد الحكم العسكري حماية للجيش، ان الجيش المفروض يتفرغ لوظيفته العظيمة اللي هي الدفاع عن الوطن.